من فوائد الجهاد إخوة الإسلام، أول مسألة يزكي النفس، يزكي النفس. الإنسان لما يكون جاد في سبيل الله يكون قريبا من الله، قريبا من الموت، يشعر بالخطر، يشعر بقرب الأجل، لذلك تجده يتطلع إلى الآخرة، يزهد في الدنيا، يستعلي عن سفاسف الأمور. هذه هي تزكية النفس. إذا الجهاد في تزكية للنفس، هذه بالنسبة للإنسان بحد ذاته. أما بالنسبة لفوائد الجهاد للأمة، فالجهاد أول شيء يوحد صف المسلمين، يوحد الصف. الأمة إخوة الإسلام كلما قعدت عن العمل وعن الجهاد كلما دبت فيها الأهواء والاختلافات. لأين الدليل؟ دليل ذلك من كتاب الله تعالى، يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول تعالى: الذين يجاهدون فينا، أي يقفون أمام الأعداء في سبيل مرضاتنا، هؤلاء وعد الله تعالى أن يهديهم سبيل الحق. والذين جاهدوا فينا، أي من في وجهنا لوجهنا لا شرك فيه لأحد، لنهدينهم سبلنا. ما معنى لنهدينهم سبلنا؟ السلف رضي الله عنهم فسروها، سفيان ابن عيينة وابن المبارك كانوا يقولون: إذا رأيتم الناس قد اختلفوا فعليكم بأهل الثغور. يعني إذا رأيت الناس اللي ما يقاتلون اختلفوا، والخلاف يكثر في الأمة إذا ما في جهاد وما في عمل، يقول عليكم بأهل الجهاد، فالله وعد أن يهديهم لطريق الحق ولطريق الاستقامة. لذلك اليوم شوف الأمة، اليوم ما في جهاد في بلدنا في أمتنا، شوف خلافات الناس في الدين، ما عم نحكي أمور الدنيا، في الدين، حتى الخلافات في التفسير، كثير من الآيات القرآنية حرفت عن معناها. هذه أهواء تنزل في الأمة إخوة الإسلام، أهواء تنزل في الأمة. بعض الناس بيقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. بيقول لك أنا بروح أزور إنسان أدعو إلى الله، هذه هي الحديث، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. يقصد النبي عليه السلام غدوة أو روحة، أي في الجهاد في سبيل الله. بعض الناس يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بيقول هذا الدفع بالحج ما له علاقة به الجهاد في سبيل الله. الناس ما دام قاعدة ومرتاحة وأكلة وشربة ونايمة بدها تقعد مثل تتفلسف في الدين، فيبلش كل واحد يتفلسف في الدين بغير علم. جيبوا لنا هذا التفسير من كتب أهل العلم، إنه الدفع المراد به في الحج، أو الناس يدفش بعضهم بعضا بالحج، هذا هو السبب الذي يحمي به الله المقدسات. الناس بسبب ركونها للدنيا حتى تعطل آيات الجهاد وتتساهل بالدين. شوفوا الآن كثير من الشباب للأسف الملتزم يطعن بجهاد إخواننا في سوريا، بيلقاموا على الحاكم وهذا لا يجوز، وإذا ماتوا يموتون ظالمين. هذا ما قالوا هذا الكلام إلا لأنهم ركنوا إلى الدنيا. الأمة إذا ركنت إلى الدنيا كثرت فيها الأهواء والاختلافات. الجهاد يوحد الصف. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثاني، الجهاد يعطي الأمة عزة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه داود صحيح إسناد شيخنا الألباني رحمة الله عليهم، يقول صلى الله عليه وسلم: لئن تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: الأمة إذا تبايعت بالعينة، بيع العينة ونوع من البيوع الربوية، فيه حيلة على الربا، ظاهره حلال باطنه ربا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا الأمة بلشت تحتال على الشرع، بدأت تحل الحرام بفتوى شرعية، واتبعتم أذناب البقر، قال العلماء هذا إشارة إلى اشتغال الناس بالزرع والحرث والفلاحة والدنيا والمال والتجارة، وتركوا الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا الأمة تبتلى بالذل بسبب ترك الجهاد. نرجع إلى واقعنا اليوم إخوة الإسلام.
الأمة اليوم قعدت عن الجهاد في أكثر الأرض، ما في كل الأرض، في أكثر الأرض. شو كانت النتيجة في حياتنا؟ الله تعالى سلط علينا الكفار الغربيين وغيرهم، استلبوا بلادنا وخيراتنا، فلسطين ذهبت، العراق ذهبت، هذا كله بسبب الأمة ما عندها جهاد، ما عندها هيبة، ما عندها هيبة تخاف سطوتها. اتسلط عليهم الكفار، أخذوا بلادنا بلدا بلدا، يأخذون البترول والخيرات ويتحكمون في العباد وفي الدساتير والقوانين، لا أحد يردهم، ما في خوف من المسلمين أصلا. وسلط الله علينا العدو الداخلي وهم الحكام، حكام أيضا نهبوا ثروات البلاد وسرقوا الخيرات وجعلوا البلاد مزرعة يتوارثها الابن عن أبيه، والناس كأنهم أجراء عندهم. هذا ليش؟ ما عاد للمسلمين هيبة تخاف سطوتهم، لكن الناس يتصرفون بمالهم وحياتهم كما يريدون. الآن بعض الناس نسمع هذه الاعتراضات للأسف حتى من مشايخ وعلماء، بالأكتب يا أخي الآن جرى الجهاد في سوريا، قام الناس بالانتفاضة، ماذا جنى الناس؟ سفكت دماء، هتكت أعراض، ضيعت أموال، ذهب الأمن من حياة الناس. لو أن الناس رضوا بالحكم الذي كان عليهم لأمنوا ولو وفروا عليهم دماءهم وأعراضهم وأموالهم. هذا كلام الآن ينتشر بين طلبة العلم وبين كثير من المشايخ يصدون به عن سبيل الله. نقول لهم يا أخي طيب، الناس في سوريا قبل هذه الانتفاضة هل كانت أموالهم مأمونة؟ وكانت أعراضهم مصونة؟ وكانت دماؤهم محقونة؟ ما كان نظام يعدم من يشاء منهم بلا رقيب ولا حسيب، ما أحد يستطيع أن يتدخل في الأمر، وكان النظام السوري يسلم كثيرا من الشباب الملتزم للأمريكان يقايد بهم لملف هنا أو هناك، يقول هؤلاء إرهابيون يجمعهم يسلمون للنظام الأمريكي. لم تكن هذه الدماء أصلا محقونة ولا كانت الأعراض مصونة. شوف كثير من البنات في سوريا قبل هذه الانتفاضة كنا يجبرنا على الطلائع والمعسكرات الشبيبية في المدارس والجامعات، وهناك تغرى الفتاة بعفتها وطهارتها، ولا يستطيع الأهل أن يتكلموا أو يمنعوا فتاتهم من أن تذهب للمعسكرات. أين هذه الأعراض التي تقول كانت مصونة؟ وبيقول لك الأموال كانت مأمونة، وين أمن الأموال؟ الإنسان لا يستطيع أن يتصرف بماله إلا أن تشاركه الدولة وبعض أفراد الدولة بالمال، وإلا أن يفرضوا عليه جزية وضريبة وخوة. وإن كانت هذه الأموال تقول كانت مضمونة ومأمونة لأهلها. بعدين أمر آخر يا أخوي، الدين ذهب في حياة الناس، الأولاد يعلمون، جيل كامل يعلم بالعقيدة البعثية وهي كفر. شوف الآن رأينا آثار هذا الكفر، اليوم ظهر شباب في الجيش السوري حتى من أهل السنة من يؤلهون بشار الأسد عليه من الله اللعنة، حتى من أهل السنة يؤلهونه. هذه العقيدة اللي تربى عليها الناس، تأليه الحاكم وتأليه الحزب والنظام. لذلك الله تعالى شرع الجهاد لحماية الدين. نعم الجهاد، نعم فيه بذل مال، نعم فيه بذل نفس، نعم فيه تأيم للأطفال والنساء، نعم، بس فيه حماية للدين، لأن الدين أعظم في حياة الأمة من المال ومن النفس. لذلك شرع الله تعالى الجهاد. لكن حتى في هذه المسألة الدنيوية اللي الناس يأخذون بالمال يحسبونها ماديا، نقول حتى بحساباتكم المادية، حتى بحساباتكم المادية، هذا الشعب قد انتفض وقام على نظامه الكافر، قام على النظام. ماذا حقق؟ نقول حقق الكثير. نعم هناك دماء تسفك وأعراض تنتهك وأموال تضيع، ولكن الناس الآن حققوا الكرامة في عيشهم، الناس يعيشون في حرية، يعيشون في كرامة. الشعب السوري صار له وجود في الحياة. الأول هذا الشعب كان منسيا، لا أحد يسمع به ولا يؤخذ له قرار ولا يسمع منه رأي في الحكم أو في السياسة، لا في وطنه ولا خارج وطنه. الآن صار لهم وجود، صار لهم كلمة، صار يسمع لقولهم، صار إذا تكلموا الناس تسمع ماذا يريدون.